جهة أخرى، أزاح سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي مساء اليوم الستارة عن اللوحة التذكارية لمركز الخيل مول في منطقة الجوز بدبي، الذي يعد أحد سلسلة استثمارات مجموعة الفتان، وتبلغ مساحته نحو 160 ألف قدم مربع. ثم افتتح سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم مركز جراند هايبر للتسوق، الذي يشغل مساحة تصل إلى 43 ألف قدم مربع من إجمالي مساحة الخيل مول. ويعتبر الفرع الذي تم افتتاحه اليوم واحدا من 17 فرعا منتشرة في أنحاء الإمارات، والتي تمتلكها شركة جراند، التي تخطط لاستثمارات محلية تصل إلى 300 مليون درهم خلال الخمس سنوات المقبلة. وقد أبدى سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم إعجابه بالمركز الجديد، الذي يتألف من طابقين ويقع في منطقة حيوية من المناطق السكنية في دبي، ووصفه بأنه إضافة جديدة لسلسلة المراكز التسوقية في الإمارة، التي تدعم تجارة التجزئة باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب أنها تسهم في جذب الزوار والمتسوقين من مختلف دول المنطقة والعالم. No, one piece. I know. I think you one piece. Why is it just one?